أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين. وخلال تلقيه مكالمة تهنئة من الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة العام الهجري الجديد، أكد الرئيس السيسي على ضرورة الدفع في اتجاه إنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتم تبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة وضرورة تجنيب اتساع رقعة الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين.